بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع النهاردة إن شاء الله اللي هو كيفية استعمال التيبل 13 بتاع الشيبس، اللي هو المحور الأفقي بتاعه الـ Unbraced Length بـ5 فوت increment، والـ Vertical Coordinate مقسوم الاتنين، الطرف على الشمال اللي هو MB على لامدا اللي هو تبع الـ ASD value، ده قيم الالتيميت لود، والجزء الثاني الفاي بي ام نومينال اللي هو ال ار اف دي، والسي بي بتاعه بواحد، والاف يلد بـ50. في من كتاب ماكورميك بيدي مثال، احنا لو رسمنا ال ال بريسنج كمحور افقي والام التيميت كمحور راسي، فبيديني مثال بيقول الـ M Ultimate بيساوي 544 فوت كيبس، والـ L Bracing 18 فوت. اختار لنا الـ Lightest Section but using graphs باستعمال الجداول. في الواقع ان الجداول 13 دي بتنقسم الى قسمين، ما بيجيش في ورقة واحدة. الجزء الاولاني اللي هو من 6 ل 22 ده تيبل بالقيم المختلفة بتاع الالتيميت الاي اس دي 400 600، ده احد الجداول. والجزء الثاني او الصفحة اللي وراه اللي هي من 32 ل 38، فاحنا بنفترض ان احنا حاطين الشكلين ملزقينهم جنب بعض. المثال بتاعنا عندنا ال ال بي ب 18، يبقى البريسنج لينث 18 بيطلع بيه من اسفل الى اعلى من محور اكس صعودا، وبيجيب 544 من اليسار اللي هي بين ال 540 و 555 في حالة ال ال ار اف دي. تقاطع النقطتين دول مع بعض لو مثلناهم بنقطة هنا، 544 من الشمال و 18 من اسفل، تقاطع في نقطة، هنلاقي ان مجموعة من الخطوط المنقطة تمثل قطاعات من الستيل سيكشنز، واقرب خط سوليد هيبقى على يمنا على البعد. فايه الفرق بين السوليد وبين الدوتت؟ قال لك الدوتت هي عباره عن ان ايكونوميكال رينج، يعني ما تستعملهاش لان هي بتدي لك قطاع غير اقتصادي، فبتختار اقرب حاجه على يمينك اللي هو اقرب. كان اتنين للدوتت، كان دبليو 16 في 89 ودبليو 14 في 90، والخط السوليد دبليو 14 في 90 هو اللي هيقع عليه الاختيار. لكن لو شفنا النقطة أو الخط ال 18 وهو طالع لفوق مع ال 544، النقطة هنا بعيدة عن الخط السوليد زي ما اتفقنا، احنا بنروح يمين ونختار أقرب خط سوليد. فلو مشينا الخط ال 18 ده على امتداده هنلاقي إن هو هيدينا قيمة لل M Ultimate، لأنه إذا تقاطع مع خط ال W 24 في 84 وراح شمال هدينا إما ألتيميت جديدة اللي هي تقريبا هتكون 570. أدي الخط ال 18 تقاطع مع الخط بتاع ال W 24 في 80 وراح شمال، هديني أبروكسيميتلي 570، كلوز تو 570 فوت كيبس. نحاول نثبت هذا الرقم باستعمال الجداول التاني. إحنا دلوقتي عندنا الـ M Ultimate 544 والـ F Yield 50 والـ L Buckling كان 18 فوت. فالاختيار من التابل عايزين نثبت انه الرقم اللي وصلنا له قريب من 75. فطالما اخترنا القطاع اللي هو 24 في 84 اللي هو W، W 24 في 84، بنجيب الزد اكس بتاعته هتطلع 224 انش تكعيب، والاس اكس 196 مش هنحتاجها قوي بس احنا سجلناها. هنروح على الجدول اللي هو سيلكشن باي زد، يبقى من 1-1 جبنا الزد اكس، بناخد الزد اكس ونروح على الجدول 3-2 ونعمل سورتنج، هنلاقي ان W 24 في 84 بولد بتديني زد اكس 224. هناخد الجدول ده ونبتدي نشوف القيم المناظرة ليها.
فيما يتعلق بالـ ال بي بيساوي 18 في الصفحة اللي جاية. احنا دلوقتي من الجدول بيديني ال بريسنج ادي دبليو 24 في 84 بنمشي بيه افقي لغاية ما نجيب الـ ال بي. الباكلينج في حالة البلاستيك يديني 689 اللي هي تمثل النقطة اللي على الشمال، والـ ال ار من غير المعادلات بيدهوني على طول 20.3. القيم المومنت المقابلة ليها فيما يخص الـ ال ار اف دي أول رقم 840 اللي هو المناظر للنقطة ال بريسنج 689 اللي هي ال بلاستيك اديني 840 اهو. النقطة الثانية هي ال 515 المقابلة لـ ال بريسنج 20.3، يبقى احنا في المنطقة ال ال جيفن 18 واقع بين ال ال بي وال ال ار، يبقى بالتالي القيمة بتاعته في الجزء الخط المستقيم الالتيميت مومنت هتكون بين ال 515 وال 8840، هتكون اقرب من 515. طب نجيبها ازاي؟ على نفس الجدول بنلاقي حاجة اسمها فاي بي اف 24.3، 24.3 اللي هي ميل الخط او الفرق بين الواي على الفرق بين الاكس. عشان نسبة الكلام ده بنقول ان ميل الخط هو عبارة عن 840 ناقص 515 على الفرق الاكسات اللي هو 20.3 ناقص 689 6.89 اديني 24 و 0.24 يعني بيقرب الى 24.3. يبقى عشان نجيب الالتيميت او الفاي ام نومينال للنقطة دي بناخد بنقول النقطة دي هي عبارة عن 840 ناقص الميل اللي هو 24.3 ضرب الفرق بين ال 18 وال 6.89، وبما ان كل دول عبارة عن كيبس وفود كيبس مش هنقسم على معاملات، فال 840 ناقص حصل ضرب 24.3 في قوس 18 ناقص 6.89 هيديني 570 فود كيبس، اللي هو نتذكر نفس الرقم اللي جبناه من ابروكسيميتلي من استعمال الجراف. لو عايز تشتغل على الطريقه اللي هي ASCD في الصفحه اللي جايه هنلاقي انه فيما يخص الـ ASCD نرجع للجدول، اول رقم هيديني الام نومينال على الاوميجا اللي هي 1.67 اللي هي 559، ادي ال 559 اللي هو الجزء ده يقابل ال بي ما زال 689، ال ار هو ال 20.3، المومنت المقابل ليه هنروح على ال ASCD هنلاقيه 342، ال بتاعتنا ال بريسنج هي 18 بين الاثنين يبقى ده الخط بتاعها. عندنا البي اف على الاوميجا بيساوي 16.8 هو الميل، عشان نسبة الكلام ده بنقول الفرق الوايات 559 ناقص 342 على فرق الاكسات اللي هو على 20.3 ماينس 689 يساوي 16.18 من لو ابروكسيميتلي 16.8. عشان نجيب الاف اي ام او الام بي على اوميجا في حالة الاسد هنا بناخد خط رأسي يتقاطع مع الخط المايل. طب القيمة بتاعت الام على الاوميجا بتساوي ايه؟ بتساوي 559 ناقص الميل اللي هو 16.2 في فرق ال 18 ناقص ال 6.89 بيساوي 379 فوت كيبس، هي نفس النتيجة تقريبا. لو ضربتها في 1.5 هتطلع نفس القيمة بتاعت اللي هي القيمة بتاعتنا اللي هي 570 فوت كيبس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.